اوكي هون بتاكد انه الاورج شغال، رح نستاجر الاورج من هون وبعدين رح ناخذه على البيت ونجرب ننزل السوفت وير ونشوف كيف بتكون الامور. احنا موجودين بلونغام مكويد، هذا محل موسيقى هون في كندا في اونتاريو برلينغتون تحديدا. امورنا بالسليم، خلص شغال يا كبير. حلو. في هذا الفيديو راح نشرح كيف بننزل الياماها باك، البرنامج الشامل تبعنا. هذاك اورجي هناك، وهذا الاورج انا استاجرته من لونغ ام مكويد هون، هذا سعره عليه. استاجرته لمده اسبوع عشان نعمل عليه التجربه ونشوف كيف بتتم الخطوات ننزل الباك تبعنا اللي بيشتغل بدون اي مشاكل وبكون جاهز بدون اي سيت اب. يا الله. اول شيء راح نسويه راح نشغل الاورج. راح نجيب USB عشان نطلع السيريال نمبر تبع هذا الاورج. بس يشتغل الاورج منروح على منيو 2 Expansion Export Instrument Info Exporting to USB Flash Drive Starting the Expiration. اوكي name already is, do you want to overwrite it? Okay, exporting has been completed. احنا خلصنا ال USB. هلا صار الفايل موجود على ال USB. بناخذ هذا الفايل بنحطه على الاكسبانشن مانجر وبنشوف هلا شو بصير معنا. اوكي هلا انا ال USB، هاي ال USB جبناها لهون، وهاي الياماها اللي هو ال السيريال نمبر بنمسكه بنحطه هون. ما بيزبط معنا، نجي بنعمل هيك امبورت انسترومنت، بنروح على كينغستون، بنروح على هاب، بنعمل اوبن. اوكي هيو نيجي بنختار له، نيجي بنختار له الباكات اللي احنا بنعملها انستليشن. مرات كثير بلاقي انه انت لازم مرات كثير لازم بعد ما تخلص هاي الإجراءات، بعد ما تخلص هاي الإجراءات تطفيهم، تطفي هذول كلهم، تخلي هاي 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 هاي. هلا في شغلة كثير مهمة انه احنا لازم نيجي هون على الماي باكس ولازم نشوف انه البنك الاسبي موجود بمكانه بالضبط. باسم كيتس 011 ممتاز. ميدل ايست باك اللي هو الايقاعات تشينج بانك الاسبي هي موجودة على 002 زي الاسم، احنا بنودي لكم اياها 002 موجودة على 002. بعدين الأصوات على 001 Change Bank LSB موجودة على 000. أمورنا بالسليم، كل شيء موجود بمكانه. لو جينا اخترنا هذا الأورج المفروض أنه يعطينا الثلاث باكات اللي هي باسم كيتس، طارق ساوندز، وطارق ميدل إيسترن باك. طبعا نستنى هون شوي عبين ما يعبي شوي، مرات بيأخذ وقت، نستنى عليه شوي صغيرة. شو توقيت؟ اوكي 877 في اشي مش مزبوط. السعودية عربية هاي كانت داخلة بالحسبان، نزلت هلا احنا 467 ميجا اللي هي ثلاث برامج، معلم عليها ثلاث برامج. نيجي بنعمل سيف باك انستليشن فايل وبنقول له على الكينغستون وبنسميه من هون، بنعمل له CPI، بنعمل له طارق تيست 1 سيف. يس اوكي. انا ممكن ياخذ وقت شوي زياده لانه احنا عملناه يعمل كوبي على اليو اس بي، المفروض احنا نعمل له يعمل كرييت الباك
على الكمبيوتر، بعدين نعملها كوبي على اليو اس بي، بس مش مشكلة. نعطي شوية وقت، مجرد ما خلص بنروح على الأورج ونشوف كيف بيشتغل البرنامج. الوضع الطبيعي هو بكون أسرع شوي، بس لأنه إحنا زي ما قلت لكم عملناه على اليو اس بي دايركت بيطول، لأنه اليو اس بي بتكون أبطأ، النقل إلها أو السيف عليها بيكون أبطأ. منكمل من هناك، بعدين منروح، بس نخلص نروح بنعمل لود. اوكي ديبندنسي هاز بين كرييتد، صار كرييتد. نيجي هون بنشوفه موجود، هو هون سي بي اي هي موجود، امورنا بالسليم. بنسكر هاي من هون، بننزل هاي هون، بنقول للكو يا الله. هلا رح نرجع على الكيبورد. هلا احنا جينا هون على حطينا اليو اس بي من ورا، وجينا على الاكسبانشن، وبنيجي باك انستوليشن، نختار من الباك انستوليشن راح نختار له اللي هو طارق تيست 1. ستارت انستولينج بنقول له اوكي، اوكي بنقول له كونتينيو ستارت انستولينج از اولريدي ستارتد، اوكي بنقول له اوكي. المفروض ياخذ من هاي اللحظه ابو يمكن بدي اقول 4 دقائق، ف راح نعمل بوز. الساعة هون خليه يعمل، خليه ياخذ الوقت كله، خليه ياخذ الوقت كله. اوكي سوف نعود هيك دقيقة. قلنا انه بده يعمل ريستارت، نقول له اوكي. هيك بكون اشتغل. نجي على expansion، نجي على باسم كيتس، نجي على الايقاع رقم 3 ميكس، نجي على الاصوات expansion sounds، نجي على طريق ميكس 2، نختار واحد من الفريز. هيك اشتغل البرنامج. عندي مشكلة انه الدعسة بالعكس، الدعسة بالعكس. اوكي اسفين على التأخير، ولكن عرفنا من وين المشكلة. المشكلة كانت انه بالفوليوم من هون، الفوت بيدل بالفوليوم لازم نعملها، البيدل بولاريتي لازم نغيرها، بدل ما هي ناقصة تصير بالعكس. سو غيرناها وزبطت الامور، هسه صارت دعسة. اوكي هيك احنا اشتغل البرنامج، حطينا على ايقاع وحطينا على صوت. الأصوات شغالين، نيجي هون على الإيقاعات، نيجي على الإكسبانشن، نيجي على ميدل إيسترن باك، نيجي على 2، نيجي على 3، نيجي على زن، نيجي على هيك، نيجي على هيك. هذا الفلتر. We'll be right back.
سو الإيقاعات شغالين. لو اجينا هون الإيقاعات شغالين، أصوات نفس الشيء. احنا في عنا هون الميموري، الميموري فيها سكيل تيون، نجي عليها بنعمل هيك منيو ريجستريشن فريز، عمل لنا فريز للترانسبورت وعمل لنا فريز للسكيل تيون عشان لما نغير بين الاصوات ما يروح التيون. شوف لو هون كنا احنا على البيات، اوكي بطل يروح البيات لانه كنت لما اغير اصوات يروح البيات. سو هاي الإيقاعات شغالين، الأصوات شغالين بدون أي سيت اب وبدون أي مشاكل، واللف هون روح. زي ما انتم شايفين اشتغل البرنامج، نزلناه بدون اي مشاكل واشتغل على كل الاصوات، اشتغل على كل الايقاعات زي ما قلت لكم. احنا عاملينه هون يكون بين الميكس بين الشرقي والشعبي، بس انت تعمل بانك سيلكت تطلع وتنزل وانت جاهز. هيك انت بتكون خلصت هاي الشغله. بعدين نيجي هون على الاكسبانشن، بنروح على الميدل ايست، سوري بنروح على باسم، بنروح على باسم، بنروح على ميكس باسم، ميكس باسم. هكذا كان خلص انت جاهز تطلع على المسرح. بعض شوية تظبيطات بالسيتنجز تبعت الاورج، زي هذول النابز اللي هون مثلا، هذول النابز اللي هون، هاي بتكون فوليوم بدل ما تكون فلتر، هاي بتكون فوليوم للايقاع، هاي بتكون فوليوم للاكسبريشن، مع دعسة وانت جاهز تكون على المسرح وامورك بالسليم. الله يقويكم.